حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد أيضا في إشراقة كويتية. مثل ما ذكرنا لكم من شوي عن استعدادات العام الدراسي الجديد، سواء كانت منها المرورية أو حتى التغذية أو حتى أيضا لتهيئة أبنائنا نفسيا للعام الدراسي الجديد. يعني نوف الحين أيضا الرسالة موجهة لنا وأيضا لمشاهدينا الكرام عن الزحمة المرورية. الواحد لازم يحط باله في هذا اليوم أنه يكون يطلع مبكر ما يتأخر، عشان لا سمح الله أنه يمكن تصادف زحمة مرورية بسبب عدم الالتزام بالوقت بالخروج، إن ما نطلع كلنا بوقت واحد. راح نتكلم في فقرات عديدة اليوم في إشراقة كويتية، ولكن خلونا ننتقل إلى زميلتنا فجر ناخذ أكثر من هذه التفاصيل. وأكيد تزامنا مع العودة إلى المدارس، مثل ما كنا قاعد نتكلم ونقول إن حلقتنا اليوم وايد راح تسلط الضوء على هذا الموضوع، واستعدادا للعام الدراسي الجديد الكوادر التعليمية والإدارية أكيد تباشر عملها للتجهيز والاستعداد لاستقبال الطلبة في قادم الأيام. ومن ثانوية عبد الله الرجيب راح تنضم إلينا زميلتنا ديمة دحدل مراسل قناة الأخبار. صباح الخير ديمة. صباح الخير زميلتي فجر، صباح الخير للسادة المشاهدين. ديما اليوم نبي نعرف أكثر عن استعدادات الكوادر التعليمية والمدارس وكل ما يكون موجود عندك في هذا الخصوص. نعم، يعني كما قلتم اليوم الاستعدادات حاضرة في وزارة التربية وتواصل تجهيزاتها في كافة المدارس المنتشرة في كافة المحافظات. واليوم استقبلت الهيئة الإدارية والتعليمية بواقع 130 ألف منهم في مختلف المناطق التعليمية على أن يعقبهم إن شاء الله الأسبوع المقبل ما يقارب 500 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية. اليوم يعني وزارة التربية تحت عناوين عريضة لديها الكثير من التفاصيل والأعمال التي تقوم بها. نتحدث اليوم عن الكثير من الاستعدادات اللوجستية والتجهيزات التقنية، نتحدث أيضا اليوم عن تجهيز المدارس الجديدة، وهناك 19 مدرسة جديدة في 4 مناطق تعليمية، والكثير اليوم من الإجراءات التي تهتم بالتفاصيل. هذا لن يتأتى إلا بجهود كبيرة متضافرة. عن هذه الجهود يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور مساعد الشمري، وهو مراقب التعليم الثانوي في منطقة حوالي التعليمية. صباح الخير دكتور، حدثنا عن تجهيزاتكم واستقبالكم لهذا العام الدراسي الجديد. صباح النور، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نهنئ جموع العاملين في وزارة التربية على بدء العام الدراسي 2024-2025، وعلى رأسهم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالتكليف الأستاذ الدكتور نادر الجلال، ومعالي وكيل التربية بالإنابة الأستاذ منصور الديحاني، والوكلاء العموم والوكلاء المساعدين، بالإضافة إلى مدراء العموم وجميع العاملين في الإدارات العامة للمناطق التعليمية. بداية في منطقة حول التعليمية، مع بدء الشهر الماضي في 11/8 تم عمل فرق استعدادات لاستقبال هذا العام الدراسي بالتعاون مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط. فشكلنا بالنسبة لمنطقة حول التعليمية ما يقارب 88 فريق عمل لهذه الاستعدادات، تربط ما بين قطاع التعليم العام وقطاع المنشآت التربوية. هذه الفرق من مهامها استعدادات وتجهيز المدارس لاستقبال العاملين في المدارس بالإضافة إلى أبنائنا الطلبة. تشكلت هذه الفرق وبدأ العمل منذ تقريبا شهر، كان الهدف منها تجهيز المدارس من خلال التكييف ومن خلال خزانات المياه، من خلال الأثاث المدرسي بالإضافة إلى الكتب المدرسية. والشكر موصول لجميع هذه الفرق التي قامت بجهود كبيرة من أجل إنجاح انطلاقة العام الدراسي الحالي. شكرا جزيلا دكتور. ايضا اسمحوا لي مشاهدينا ان ايضا ناخذ ايضا من واقع المدرسه ايضا مدير مدرسه ثانويه عبد الله الرجيب المتواجدين فيها الدكتور محمد الحربي. دكتور، حدثنا اليوم عن تجهيزاتكم في المدرسه واستعداداتكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. الحمد لله عدنا والعود نحمده. دائما أقول إذا كانت البدايات ناجحة إن شاء الله راح يكون العام الدراسي كله ناجح، وإن شاء الله تكون الخواتيم ناجحة ومتفوقة إن شاء الله. مثل ما تفضل الدكتور مساعد، أنا كان لي الشرف أكون من ضمن فريق التجهيز لاستعداد العام الدراسي. إحنا بالنسبة لنا في أول يوم دراسي استقبلنا الأخوة الزملاء المعلمين والإداريين في بداية العام الدراسي، وبدأنا الآن في تحديد وتشكيل الفرق العمل لاستكمال تجهيز الشهر اللي كان في فترة الصيف، المبنى المدرسي والصيانة والكتب وغيرها. الآن نبدأ نضع الخطط لتكملة هذا التجهيز، من تشكيل الفرق للدورات للمعلمين الجدد، وكذلك نستقبل المعلمين في الوظائف الإشرافية اللي الله يوفقهم وترقوا وأصبحوا الآن، وهناك مثلا معلمين قادرونا وفي معلمين قادمين لنا إن شاء الله. ويوجد مركز تدريب في المدرسة، كذلك يوجد مركز تدريب في المنطقة التعليمية، كلهم متصلين مع بعض إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الحربي. يعني في إطلالة سريعة حاولنا اليوم أن يعني نعرض هذه اليوم التجهيزات، وحقيقة اليوم بتراكم هذه الخبرات وبتعاون مثمر بين قطاعات وزارة التربية، يأمل الجميع بأن يكون هذا العام عام دراسي مليء بالإنجازات والإبداعات لمتعلمي وزارة التربية ومعلميها أيضا. هذا كان كل شيء فجر هنا، وعودة لك مرة ثانية للاستوديو. كل الشكر لك ديما، طبعا كل الشكر لزميلتنا ديما مراسل قناة الأخبار، شكرا لها ولضيوفها الكرام. ووايد نوف وفهد شفنا في هذه الجولة الميدانية الاستعدادات، شوي يمكن حاشنا هذا الشعور مال أول يوم مدرسة أول يوم دوام، ايش رايكم؟ شوفي أنا بقول لك شغلة، أنا من كل هذا كله مخي بمكان واحد بس قاعد أفكر. وين؟ في الزحمة والاختناق المروري المنتظر الأسبوع الجاي. وأدري الواحد لازم يكون إيجابي، بس لا يا جماعة الخير، إحنا عندنا زحمة ولازم نتعامل مع الزحمة هذه بسلاح واحد اللي هو الابتسامة. عرفتي اللي يكونون في السيارة بس كل واحد شايل الغضب على السيارة اللي يمه والسيارة اللي قدامه، الطفل في النهاية أنتم واصلينه راح يوصل بطاقة، يعني خلاص من سحبة طاقته من سحبة عافيته ما له خلق يدرس. سلام طبعا. طبعا أكيد السلام هذا شيء ثاني، بس أنا قصدي النفسية الحلوة الابتسامة مع يعني كلنا بالزحمة مع بعض. ولما نفسيتنا تكون حلوة، عفوا فهد، لكن أكيد راح يأثر بشكل إيجابي على من حولنا وخصوصا أطفالنا، وبعد راح نقدر نتعاون مع الجهات المختصة والقوانين والاستراتيجيات الجديدة اللي قاعد يحطونها بخصوص الزحمة. نعم، إذا شوفوا خل أقول لكم شغلة، موضوع نفسيتنا في الزحمة يبي له حلقة. لأن فعلا موضوع وايد مهم يا جماعة الخير. عموما